حنا كنقولوا هذه التسريبات لم تحترم مؤسسة جلالة الملك. تقرير تعطل رئيس الحكومة من طرف اللجنة ثم وقع التسريب، صحيحة ماشي صحيحة، حنا ندين كنطالبوا بتحقيق في الموضوع، لأن الموضوع بيد جلالة الملك، وهذه التسريبات صحيحة ماشي صحيحة ما كتهمناش. اللي كيهمنا هو أن خروجها يمس بالأسس ديال الدولة، لأنك بحال حنا كنضغطوا على جلالة الملك، وهذا لا يلقي، لذلك طالبنا بفتح التحقيق في الموضوع.